اللي فاتت ان احد الاخوة كان قدم لي سؤال عن الاصحاح 13 في سفر الرؤيا. السؤال ده ما كنتش اقدر اجاوبه لانه ياخد على الاقل ساعة الا، فقلت السؤال ده نركنه لغاية لما يريد ربنا ونجاوبه ونعرف الناس السؤال اللي بيزيجون في ذهن الناس: من هو المسيح الدجال؟ ادي خلاصة الكلام. السيد المسيح قال كلمة جميلة، قال: وحينما تكون جثة هناك تجتمع النسور. والكلام ده بينطبق على المثل البلدي بتاعنا اللي يقولك تقع البقرة وتكسر السكاكين بتاعتها، لان لما بيحصل حاجة بنبدأ احنا نتوقع امور. وخصوصا ان لما جه يوحنا الرائي يتكلم عن المسيح الدجال، ولما دانيال اتكلم عنه اتكلموا بطريقة مبهمة، تظهر للقارئ كأنها لغة. عشان كده يختم الاصحاح يوحنا الرائي يقول لك: من له الحكمة فليحسب عدد اسمه، وهو 666. وخلص الاصحاح على كده. فالناس ابتدت تتخبط، كل ما يظهر واحد يقولوا عليه المسيح الدجال. لما جم يحسبوا بالارقام لقيوا ان نيرون قيصر عدده 666، كاليغولا قيصر عدده 666، هاي هتلر عددها 666، نبي العرب بمكة عددها 666. فكل ما يطلع واحد يقولوا ده هو ده هو، لدرجة ان ابتدوا يحسبوا كل ما يظهر واحد معين يلاقوه 666. طبعا كل الكلام ده مش صح، لان ايه اللي بيقول الكلام ده؟ بيعبر على انه ما قراش الكتاب المقدس مظبوط. اولا المسيح الدجال خد اصحاح 13، والانجليز عشان عرفوا ان اصحاح 13 من سفر الرؤيا بيتكلم عن المملكة الدجالية، فبيعتبروا رقم 13 رقم شؤم لغاية النهاردة، ويمكن منتشرة في وسطينا. يقولك رقم 13 رقم شؤم، يمكن البعض ما يعرفش ليه رقم 13 شؤم. قالك لان اصحاح 13 من سفر الرؤيا بيتكلم عن المسيح الدجال. احب اعرف حضراتكم قبل ما ادخل في الموضوع ان الشيطان لما سقط كانت الخطية بتاعته هي الآتي: ارفع كرسي فوق فرس الله واجعل مكاني مكان العلي. ارفع كرسي فوق كرس الله واجعل مكاني مكان العلي. يبقى الحرب بين ابليس وبين الله عن ايه؟ عن ابليس ان عايز يشبه نفسه بالله. ابليس عايز يشبه نفسه بالله في كل تصرف يتصرف الله. ابليس بيحاول يقلده، وعنده المقدرة
لان الكتاب المقدس قالها ان الشيطان يستطيع ان يجعل نفسه كملاك من نور، يعني يقدر يخلي نفسه عبارة عن ملاك منور، يستطيع ان يجعل نفسه كملاك من نور. فهنا يا احبائي تلاقوا في كل التاريخ الشيطان بيحاول يقلد الرسالة السماوية. اذا نزلت رسالة سماوية للبشر يطبع الشيطان برسالة سماوية للبشر. اذا الله اقام كنيسة او مجمع الشيطان لازم يقيم مجمع. اذا الله اقام منارة الشيطان لازم يقيم قصادها منارة واعلى واحلى. يستطيع بكل طرقه ان يرفع كل شيء. فوجد ان الطبيعة الالهية تتكون من الثالوث الاقدس، الاب والابن والروح القدس. الاب الذات الالهية، الابن العقل الالهي، الروح الحياة الالهية، الابن تجسد. فحينما رأى الشيطان الثالوث الاقدس اراد يقيم لنفسه الثالوث الانجس. الثالوث الانجس ده بيتكون من ايه؟ من ثلاثة: وحش من البحر، وحش من الارض، التنين ثالثهم. ده المسيح الدجال. اذا المسيح الدجال مش شخص واحد، المسيح الدجال عبارة عن ايه؟ ثلاثة: وحش من البحر. ماذا يقصد بالبحر؟ الامم، العالم. ماذا يقصد بالارض؟ ارض النبوة، فلسطين، اسرائيل. التنين ماذا يقصد به؟ الشيطان نفسه، الحية القديمة. اذا المسيح الدجال ده عبارة عن ملك من العالم ونبي من اسرائيل يتحدوا مع بعض وتالتهم الشيطان ويسيطروا على العالم كله. دي المملكة الدجالية. تعالوا نقرا بقى اصحاح 12 قبل ما ادخل ل 13. كان بيتكلم عن الحرب اللي حصلت في اخر الايام بين ميخائيل وملائكته وابليس وملائكته. لما نيجي نسال اين يوجد ابليس الان؟ مملكته فين؟ في الهوى. مملكة ابليس فيه؟ في الهوى. عشان كده اسمه رئيس سلطان الهواء، رئيس سلطان الهواء. ففي الهواء هيجي ميخائيل وملائكته، ودي حرب طبعا غير ايه؟ منظورة، يعني احنا ما نقدرش نشوفها. هيجي حارب الشيطان والملائكة بتوعه، هيجي حارب الشيطان والملائكة بتوعه. فميخائيل وملائكته هينتصروا على ابليس. لما ينهزم ابليس ينحدر الى الارض، فيبدأ ابليس بالانتقام في الارض عن طريق جنود ارضيين. عشان كده خاتمة الاصحاح الاثناشر، خاتمة الاصحاح الاثناشر بيتكلم على انه انطرح وبقى في الارض. وبعدين يقول لك ايه اخر الاصحاح بتاع 12: فغضب التنين اللي هو ابليس على المرأة الكنيسة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها اللي في الارض الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح.
بدأ بتكوين المملكة التجالية. طيب نمسك الأول الرئيس بتاع العالم، يقول لك ايه بقى بداية الإصحاح 13: ثم وقفت على رمل البحر. ده مين اللي بيتكلم؟ يوحنا. وكلمة رمل البحر يقصد بها الشعوب والأمم، وكلمة وقفت على رمل البحر لأن الكثرة نوعيتين. لما أبونا إبراهيم ما كانش ليه نسل، ربنا قال له أنا سأجعل نسلك مثل إيه؟ نجوم السماء ورمل البحر. فأولادك هيكونوا كتار قوي، بس مش كلهم هيبقوا سماويين، جزء منهم هيبقى زي نجوم السماء وجزء منهم هيبقى زي إيه؟ زي رمل البحر. اللي هم رمل البحر الأشرار، واللي هم نجوم السماء المؤمنين. المؤمنين وليس إيه؟ الأشرار. فجاء بيقول لك ثم وقفت على رمل البحر، يعني وقفت على حد العالم الامم، فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. امسك الحتة دي وارجو انكم تصحوا معايا شوية، معلش هو الموضوع صعب شوية لكن سهل برضو، يعني مفيش ناحية روحية لكن برضو يدينا معرفة مين هو المسيح الدجال. بص لقى وحش طالع من البحر، ليه 7 رؤوس وليه 10 قرون. الرأس يعني اللي فيها المخ، القرن اللي فيه القوة، لان دايما القرن اشارة ايه؟ لقوة. الحيوان ليه ربنا بيخلق له قرون؟ عشان يضرب بيها، عشان يدافع بيها عن نفسه. الثور الهايج ما بيخوفش غير بقوة ايه؟ قرونه، بيرفع القرن بتاعه وبيضرب بيه، بيضرب بيه. فكلمة قرن معناها قوة، وكلمة رأس يعني معناها فكر. فوجدت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون. 7 رؤوس يعني 7 ملوك، 10 قرون يعني 10 ممالك، 10 ممالك، 7 رؤوس و10 ممالك. لازم تعرفوا ان السيد المسيح في مجيئه الاول جاء وكان يملك على العالم قيصر امبراطور روما يوليوس قيصر واغسطس قيصر. في ايام القياصرة هؤلاء جاء المسيح الى العالم. في المجيء الثاني روما هي اللي هتسيطر على العالم. وليه؟ لان ايام ما اتكتب سفر الرؤيا كان اللي ماسك روما نيرون. تعرفين ان نيرون هو اللي امر باعدام بطرس، ونيرون هو اللي امر بقطع رأس بولس وبصلب بطرس، ونيرون هو اللي امر بان يوحنا يحطوه في الزيت. امر بان يوحنا يحطوه في الزيت المغلي وانقذوا الله. حصل رعد والدورة اللي فيه الزيت اللي حطوه فيه راح اتقلب ونزلت بروق وصواعق، لدرجة ان الكاس اللي كان بيشرب فيها نيرون وقعت اتكسرت. فقالوا بس الراجل ده باين عليه السحار على يوحنا، انفوه. فحكموا عليه بالنسل. نيرون ده كان طاغية. انا مش عايز اتكلم على نيرون كتير، لكن اللي يقرأ قصته او حياة نيرون يعرف ان نيرون ما كانش من نسل الملوك. تتصوروا؟ نيرون ما كانش من نسل الملوك، ولكن الاغسطة ام نيرون كانت جميلة جدا، وكانت شخصية ليها جاذبية، وكانت ليها شخصيتها وكيانها، وكانت متجوزة راجل فقير غلبان،
وبعدين شافها كلوديوس قيصر، كلوديوس قيصر حبها، حب يبعت لها، ما رضيتش تسلم له نفسها. طبعا اي واحدة كانت تتمنى ان الامبراطور يطلب منها اي طلب، دي ما رضيتش تسلم له نفسها. وعرفوا ان تسليم النفس يعني معناها عدم تسليم النفس، يعني معناها ممكن تتقطع رقبتها. فقالت له انا تتقطع رقبتي ولا سلم لكش نفسي. فكبرت في نظره، فراح اعلن جوازه بيها، قتل جوزها واتجوزها، وكانت مخلفة من جوزها ابنها نيرون، فتبنى نيرون وكان ليه ابنه. هي احبت نيرون اكتر من ابنه اللي منها. وبعدين موتت جوزها مسموم، سمت جوزها لما عرفت ان هيدي ابنه الثاني الملك، وراحت اتفقت مع مجلس الشيوخ الروماني واقامت نيرون امبراطور. نيرون هذا كان انسان ضعيف الشخصية. هي اخترته ليه؟ لان امه هي اللي كانت بتحرك. استغربوا لو تعرفوا ان كان نيرون يخاف حتى ينام وحده، وكان يخاف تتذبح فرخة قدامه، وكان يكره منظر الدم. وبعد ما بقى امبراطور جابوله اول واحد كان محكوم عليه بالاعدام، فلازم اللي محكوم عليه بالاعدام يمضي على الورق بتاعه زي الورق اللي بيتحول للمفتي. هنا الورق كان يتحول لمين؟ للامبراطور يمضي. فلما جم قالوا له في واحد محكوم عليه بالاعدام من المجرمين امضي، فلعن، قال لك اليوم لعنت اليوم اللي اتعلمت فيه القراية عشان احكم على واحد، همضي على واحد انه يعدم. هذا الرجل فجأة يتحول الى شراسة عجيبة. قتل مراد، قتل كل اصدقاء، قتل اصحاب، وفي الاخر امر بقتل امه. ولما راحوا الجنود عند امه عشان يقتلوها وعرفت انهم جايين، قالوا لها قرار من الامبراطور نيرون بقتلك، ومسك السيف. قالت له منتظر، وراحت رفع هدومها وقالت تطعني في بطني اللي جاب هذا المخلوق، اوعى تطعني في رقبتي، اطعني في بطني التي انجبت هذا الوحش. نيرون هو اللي عمل الساحات بتاعة المصارعة، يقول لشعب روما انا افرجكم، يمسكوا ناس من الغلابة ويقعد الناس كده استاد زي استاد القاهرة كده، وبعدين يبتدي المحافظ يطلع يجيبوا الناس كده واحد كده يلبسوه لبس حيوان ويطلعوا عليه اسد ياكله. فالناس تقعد تتفرج والراجل خايف قدام الاسد والاسد بياكله، وتسقف الناس، ولما يعجبهم المنظر يقول لهم نيرون اعيدوا مره تانية الكره، يجيبوا واحد تاني وتالت. لدرجه ان في مره جابوا شويه من العبيد منهم انسيموس، طبعا ده في التاريخ ولازم تعرفوه، انسيموس اللي هو العبد بتاع فيلمون اللي كتب ليه الرساله بولس لفيلمون، كان انسيموس من ضمنهم. فانسيموس بيكتب في التاريخ وبيحكي عن نفسه بيقول ايه؟ بيقول خرجنا 20 واحد عشان نذبح بعض، كل واحد يذبح الثاني لغايه ما ال20 يتفضلوا على ايه؟ على واحد، والواحد ده في الاخر يرموه للوحش. قال لك وطلعنا، وجه نيرون وهو قاعد في المقصوره، والناس اول ما شافونا سقفوا، ووقفنا قدام نيرون وعلمونا اغنيه نغني ونقول له ايها القيصر احنا مقدمين نفسنا للموت عشان نفرحك ونشرح صدرك. ويقول لك غنينا الاغنيه والقيصر نيرون كان قاعد بيتكلم مع واحد ما خدش باله مننا، حتى ما خدش باله مننا واحنا بنبهدل بعض. فكان نيرون عباره عن وحش، لدرجة ان وصلت بيه درجة الهستيرية انه حب يكتب شعر، فقال لهم احرق روما عشان عايز اشوف منظر روما وهي بتولع نار واكتب الشعر. وفعلا ولع في روما وحرق روما كلها عشان يكتب الشعر. كان منظره عجيب هذا الرجل. لما الشعب قلب عليه مرة واحدة دور على اصدقائه، اصدقاء السوء اللي كانوا بيساعدوه، دور على اصدقاء السوء اللي كانوا بيساعدوه، ما لقيش حد وقف جنبه. ففضل يجري يدور على حته يستخبى فيها، مفيش. فقابل واحد كان هو قتل ابنه، فالراجل مسك نيرون راح ضربه بالسيف، فالسيف راح عمل ايه؟
قطع دراع نيرون ونيرون جرح بدمه. فالراجل مسك الدراع بتاع نيرون، مسك الدراع بتاع نيرون، نيرون جري. فكان في واحدة اسمها كلوديا، كلوديا دي بنت اخت هيرودس الملك بتاع اسرائيل، كانت بتحبه جدا وكان نفسها تتجوزه، هو ما كانش بيعبرها. فلما جري على كلوديا، فكلوديا خدته وقعدت عندها في البيت، ففضل دمه ينزل لغاية ما مات. راحت دفناه في بيتها وما قالتش لحد لا قال ايه يضربوها. هما طبعا خدوا دراع نيرون وفضلوا يدوروا على نيرون فما لقيلوش اثر، فقالوا ان نيرون المجروح هذا اختفى لكي ما يشفى ويسترد صحته ويرجع ينتقم من الناس. الحتة دي كانت مسيطرة على الناس ان نيرون هيرجع، وحتى الملوك اللي كانوا بعد ما نيرون لغالي دقلديانوس كانوا خايفين ان فجأة نيرون ايه يظهر. عشان كده القديس يوحنا بيشبه الوحش اللي هيجي في اخر الايام بنيرون. المملكة الرومانية، مملكة روما بتتكون من 10 دول اللي هي حاليا اسمها سوق الدول الاوروبية. الدول دي كانت بتتكون منهم المملكة الرومانية، ال10 دول. فكلمة 10 رؤوس 10 قرون يعني 10 دول. ال10 دول لما هيتحدوا اتحاد كونفدرالي هيملكوا عليهم 7 ملوك. السابع هو اللي هيبقى المسيح الدجال، السابع هو اللي هيبقى الوحش بتاع البحر، هيسيطر على العالم، هيسيطر على امريكا ويبيدها، ويسيطر على روسيا ويبيدها، ويبقى هو الكل في الكل، يملك العالم بقبضة واحدة كما كان يملك نيرون العالم في وقت ايه، في وقت انتشار او بدء حياة الكنيسة. عشان كده بيقولك وكان على قرونه 10 تيجان. كلمة تاج يعني انتصار، يعني الملوك دول هيبقوا منتصرين والدول دي هتتحد وحدة كاملة. وفعلا ابتدت الدول الاوروبية الوحدة بتاعتها عن طريق ايه التجارة، سوق الدول الاوروبية. لكن دلوقتي هيبتدوا يعملوا اتحاد ايه كونفدرالي، وابتدى يبقى لهم اجتماعات، وهيفضلوا لغاية ما يبقى لهم ملك واحد. وبعدين يقول لك ايه، شوفوا هنا، وعلى رؤوسه اسم تجديد. يعني هذا الملك مش هيتبع اي دين، لا هيتبع يهودية ولا هيتبع مسيحية ولا هيتبع اسلام. لان كلمة اسم تجديد يعني حتى كلمة الله هيعمل ايه، هيشطبها. اليهود بيعترفوا بوجود مين؟ الله. والمسلمين بيعترفوا بوجود مين؟ الله. والمسيحيين بيعترفوا بوجود مين؟ الله. فكلمة على رؤوسه اسم تجديد يعني مش هيبقى طابع لدين معين، عشان تبقوا عارفين، ولكن تابع لانه ضد الله، ضد الله، هيقف بالضد بتاع الله. على رؤوسه ايه؟ اسم ايه؟ تجديد. وبعدين يقول لك ايه؟ والوحش الذي رأيته كان، هيبتدي شبهه شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم اسد. جاب 3 وحوش وحطهم في صفة هذا الوحش، شبه نمر، لان النمر بالذات هو الوحيد اللي لما يجي يقتنص الفريسة يتسحر، والجسم بتاعه جميل جدا لدرجة ان الفرو بتاعه بياخدوه وبيزينوا بيه اللبس بتاع الناس اللي بتلبسه. فشبه نمر، شعره ناعم املس يتسحب. لما تشوف النمر وهو ماشي ما تحسش انه الا انه حيوان اليف، ما تحسش ان النمر ده يأذي. ممكن تخاف من الكلب، ممكن تخاف من اي حيوان تاني، لكن النمر منظره حتى هو ماشي هدوء كامل. بس صفته الخارجية زي النمر،
القوائم بتاعته رجليه كقوائم دب، اقوى رجلين ثابته الدب، الفم بتاعه فم اسد، لان الاسد هو اللي بياكل وهو اللي بيزقر وهو اللي بيبتلع وهو اللي بيضيع. صفة رهيبة جدا، صفة عجيبة جدا. يبقى هنا هو شبه رمل بيتسحب في منظره، ليه قوائم يعني ليه ثبات، ما هوش مهزوز، فم اسد يعني منتقل. بدأ بالهدوء وينتهي بايه؟ بالصعوبة. النمر في بدايته هادي، ده لما هيجي برسالته الرسالة بتاعته تتسحب، وما دام تتسحب يعني معناها تدخل فين؟ في العقل. كلامه كلام عقلاني. بعض المفسرين قالوا ان هذا الرجل سيخضع عليه العالم، لان العالم كله هيوصل في درجة معينة ان الحالة الاقتصادية بتاعت العالم كله تتدهور، عشان تبقوا فاهمين. واديكم شايفين حالة الاقتصاد مش في مصر، لا في العالم كله، الغلاء، ارتفاع الاسعار، التغيير في القوانين، ده بيدل على ايه؟ على ان الحالة في الصعوبة. هذا الرجل هو الوحيد اللي هيجي ويحل المسألة الاقتصادية، هو الوحيد، عشان كده هيخضع عليه الجميع. هيبقى له افكار في منظرها تغني العالم، في منظرها تخلي الناس كلها مليونيرات، في مظهرها العالم كله يقتنع بهذا الرجل. وليه قوائم يعني ليه ثبات، مش بيقول الفكرة زي ما بنسمح فلان عمل خطة او فلان عمل كذا وبعد كده نيجي بعد الخمسة ست سنين ندور فين الخطة يا عمي، عملت ايه، جابت ايه، ملهاش ثبات. لا، ده ليه حاجات بيوضحها وبعد كده نشوف ايه النتيجة، ناجحة، نتائج ناجحة، بس كلها اعمال تبع الشيطان. والواحد يجي يقول لي طب والنواحي الاقتصادية دي يجيبها ازاي؟ اقول لك ابليس مش ملك هذا العالم، وهو قالها للسيد المسيح، قال له شايف الدنيا دي ومجدها، هذه ملك لي وانا اعطيها لمن اشاء. يعني اللي يعجبني قد هذا، انا هاد الراجل ده الفكر اللي يحل بيه كل مشكلة تخلي الناس كلها ترتاح. لكن في الواقع ان هيبقى يتسحب للعقول لكي ما يمتلكها، لدرجة ان الناس هيقولوا احنا كنا تعبانين والراجل ده هو اللي شبعنا وهو اللي غزانا، اذا فهو الله، لانه ريح العالم كله ولم يريح دولة واحدة. احنا ما احنا بنشوف راحة في مكان معين، يعني مثلا امريكا مش غنية لكن فيها انانية. امريكا بتمسك القمح وترميه في المحيط عشان تجوع الناس اللي حواليها عشان تقدر تخضعهم لفكرها، ده ما عندوش كده، ده عايز يغني العالم كله من اقصاه الى اقصاه. وفعلا هيبقى العامل بتاعه، لكن اذا كان شبه نمر بيتسحب وممكن يدخل للعقل بسهولة، والناس دلوقتي بتدور على اللي يشبعها ويملالها بطنها، ده من الاول حتى لما شافوا السيد المسيح اللي كانوا بيكرهوها عمى، كانوا يبغضوه، اول ما اكلهم من خمس خبزات قال لهم لانكم شبعتم لذلك تطلبونني. الناس بتدور على كده، فلان اشبعها، فلان اكلها عشان كده تطلبوني. وجايين له تاني عايزين ايه؟ معجزات تانية، عايزين ايات، عايزين معجزات، فمرضيش يديهم اي نوع من المعجزات. فهذا الرجل المعجزة بتاعته انها تدخل فكر العالم، عشان كده العالم هيقله. احسن البعض يجي يقول لك طب وازاي؟ لان في مجيء المسيح الاول كان الامبراطور بيعتبر ايه؟ اله، وعرشه وسلطانا عظيما. تصور الشيطان يتنازل ليه عن عرشه، لازم تقول لي طب ازاي الشيطان المتكبر بيتنازل؟ الشيطان مش بيتنازل، الشيطان بيدي عشان ايه؟ عشان يكسب. طب ما كان عايز يدي المسيح، مش قال له انا مستعد اديها لك دي كلها، دي ملكي وانا مستعد اديها لك، بس المهم ايه؟ تخضع لي. فهذا التنين لما هيخضع للشيطان يقول له اتفضل المملكة، انا يهمني ايه؟ انا مش عايز حاجة. هو الشيطان هيستفيد ايه بالعالم؟ هيستفيد ايه بالشيطان بالفلوس؟ هو الشيطان هيصرف فلوس؟ هياكل من الشجر؟ هياكل من الفاكهة؟ هياكل لحوم؟
هيمارس جنس. الشيطان ما عندوش حاجه من ده كله، لكن الشيطان اللذه بتاعته في انه ايه؟ ان يهلك الناس، ده الغذاء بتاعه، انه يضيع الناس. خد، عايز تاخد الدنيا كلها، خد ممالك، خد العرش بتاعي، خده، القدره بتاعتي خدها، السلطان بتاعي خده، واداه للسلطان العظيم. يبقى عايز يقول لك هنا بقى الاساس، وطبعا ده كله بيبقى بسماح من مين؟ من الله، بسماح من الله. عشان كده يقول لك ايه، وبعدين حد يورينا طب الوحش ده مملكة من العالم من فين؟ فابتدى يقول لك ايه، ورأيت واحدا من رؤوسه وكأنه مذبوح للموت. يبقى اذا ده الروماني، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الارض وراء الوحش. يبقى هنا بقى الصبغة، ان هذا الملك لابد ان يخرج من روما، لابد ان الملك اللي يخضع العالم يخرج من روما، لابد. وكلمة جرح المميت كتشوفي، لان يوحنا بيكتبهم لناس عارفين ان مين اللي جرح، والناس بيفتكروا انه يحيى. قالوا نيرون رايح يستخبى لغاية ما يخف ويلم جيوش ويجي يهجم ينتقم من اعدائه. قال لهم لا، نيرون مش هيجي دلوقتي، نيرون مات وانتهى، لكن هيجي نيرون تاني. نيرون تاني يقصد ايه؟ ملك تاني، بس مش دلوقتي، في اخر الايام، في اخر الايام قبل المجيء التاني بتاع الله، وقبل مملكة المسيح ما تتكون، يأتي هذا الملك او يأتي هذا الامبراطور. عشان كده يقولك ايه، تمشي كل الارض وراء الوحش، او تعجبت كل الارض وراء الوحش. طب مين كل الارض اللي تعجبت وراء الوحش؟ اسرائيل. اول ناس هتأيدوا مين؟ اسرائيل. وانتوا عارفين دي طبيعة اليهود، طبيعة اليهود من زمان، يعني انا مش هقولها لكم، الناس الكبار اللي فيكم عارفينها. اليهود لما كانوا عارفين ان بريطانيا العظمى هي اللي بتسود العالم، كانوا بيقولوا احنا تبع مين؟ بريطانيا. وفضل ورا بريطانيا، احنا ابنك البكر، احنا ابنك البكر، لغاية ما وبلفور اداهم الوعد بتاع ايه؟ فلسطين. لما القوة بقت لامريكا سابوا بريطانيا، وبقت ايه؟ بقي الاتحاد بتاعهم مع امريكا. اسرائيل ملهاش غير ايه؟ مصلحتها. فلما يشوفوا القوة خرجت من امريكا وجاءت وراء الوحش، اول ناس هيسقفوا ويتعجبوا وراء الوحش. وكلمة تعجبوا من العجائب، لما شافوا الانتصارات بتاعته، لما شافوا خضوع العالم ليه، اول ناس الاسرائيليين اعلنوا انضمامهم اليه، اعلنوا انضمامهم اليه. عشان كده يقولك ايه، وتعجبت الارض وراء الوحش. بس في نقطة جديدة بقى في اليهود، وسجدوا للتنين. خلوا بالكم، اليهودي يعيش في اي حتة لكن دايما متمسك بايه؟ بدينه. في اي حتة، يعني اليهود لغاية دلوقتي مش بيحبوا الامريكان جدا؟ تعال روح قابل واحد يهودي في عيد الغفران مثلا، وقول له ان الرئيس ريجان عايزك، يقولك اسف ما روحش، لان ممنوع اقابل واحد من الامم وادخل تحت سقف بيته لانه نجس، نجس ما ادخلش. حتى والرومان كانوا مستعبدينهم، لما بيلاطس بعت لهم وقال لهم تعالوا طب انا حاكم المسيح، قالوا له لا ما ندخلش، اطلع لنا انت، لان عيد الفصح، لان لو دخلوا الدين بتاعهم بيقول لهم ان نجس اللي يدخل عند الامم، فاحنا ما ندخلش، اطلع لنا انت. ياه، حتى اللي مسيطر عليكم تقولوا له اطلع لنا، ما ندخلش، ده واحد غير بيلاطس كان قال لهم طب روحوا مش احسن عندي فيكم، انا نجس، لكن قالوا له ما ندخلش. درجة ان بيلاطس استغرب، قال ازاي انا هحكم شعبي بالشكل ده؟ لكن هنا يا احبائي تجدوا ان اول ناس هيسجدوا للتنين، يعني معناها هيتركوا بقى عبادة الاله بتاعهم، هيتركوا العبادة بتاعت الإله بتاعهم.
إسرائيل في خضوعهم لا يستجيب لملك ولكن يستجيب لرئيس كهنة. عشان كده لازم رئيس كهنة يخضعهم. فبيقول لك تعجبت الأرض وراء الوحش وسجدت للتنين وقالوا من هو مثل الوحش؟ شوفوا بعد ما موجود في العهد القديم من مثل الله، يا سلام، دلوقتي بيقولوا من هو مثل الوحش؟ مين مثل الوحش؟ مين ريح العالم زي ما ريح الوحش العالم؟ هيمسكوا العالم ويقولوله جت الرسالة الإسلامية في العالم، الإسلام ما ريحش الناس، وجت اليهودية ما ريحتش الناس، وجت المسيحية ما ريحتش الناس، والراجل ده جاء ريح الناس، احنا لينا ايه غير اللي يريحنا؟ يبقى خلاص مفيش حد مثله، مفيش خصام، وتمشي الارض كلها خلف هذا الوحش، الكل يمشي خلفه. من يستطيع ان يحاربه؟ مين يقف ضده؟ ما خلاص بقت كل الجيوش خاض عليه والكل اصبح بيحبه. واعطي ثمن الوحش ان يتكلم بعظائم. خلوا بالكم بيتكلم بحاجات عظيمة جدا، ان يتكلم بعظائم وتجديف. واعطي سلطانا ان يفعل 42 شهر، ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. اعطي ان يتكلم بعظائم وتجديف. كلمة عظائم يعني كلامه عظيم جدا موزون، تجديف يعني احسن واحد يقول طب ما احنا غصب عننا برضو انه يتكلم بحاجات عظيمة، يبقى غصب عن ان الناس الواحد لما بيقتنع بحاجة يقبلها. فقال له لا مش عظائم وبس، لو قال بعظائم يبقى لو مشينا وراه نبقى معذورين، لكن ربنا يحاسبنا لانه هو بيتكلم بعظائم بيتكلم في نفس الوقت بايه؟ بتجديف. يعني هيقول ما فيش حاجة اسمها الله، طب اعرف من كده، افهم من كده، يتكلم بعظائم وتجديف. ويفعل ذلك كام؟ 42 شهر. مش معنى 42 شهر؟ قالك 42 شهر يعني 3 سنين ونص. مش معنى 3 سنين ونص؟ نص الاسبوع الاخير. وش معنى؟ لان السيد المسيح لما خدم حوالي 3 سنين وكام؟ لا ونص الخدمة بتاعته، لان الخدمة بتاعته تبدأ من يوم 50، 3 سنين وثلث، وضف لها 50 يوم بتاع من القيامة، ده 3 سنين وثلث لغاية القيامة، لغاية الصلب كمان، لكن تضف لها برضو 50 يوم اللي هي فيها حلول الروح القدس، ويبقى عمل المسيح ايه؟ اكتمل. يعني حوالي شهرين والثلث كم شهر؟ 4 وشهرين، يبقى 6، يبقى 3 سنين ونص. يعني كمان الخدمة بتاعته بيحاول الشيطان يسيبه ان يمثل المسيح على الارض. عجب. ويتكلم بعظائم وتجديد. السيد المسيح كان بيتكلم بعظائم، لكن ما تكلمش بتجديد. حتى لما كانوا بيقولوا له انت مش الله، كان دايما يقول لهم انا اتيت لكم باسم مين؟ ابي، ولو عرفتم ابي لعرفتموني. عمره ما قال لهم لا انا الله، الله اللي بتتكلموا عليه. عمره ما قال لهم يهوى ايه، انا هو الكل في الكل، لا بالعكس. عشان كده يقول لهم انا اتيت لكم باسم ابي فلم تقبلون، سوف ياتيكم من هو يتكلم باسم نفسه، يعني يلغي حاجة اسمها الله وهتقبلوه، لان الرسالة بتاعته مش اشباع روحي، الرسالة بتاعته هتكون ايه؟ اشفاع جسد. عشان تبقوا عارفين هيحل المشاكل كلها، هيحل مشاكل كل الناس. هتبص تلاقي الناس كلها عندها شقق، والناس كلها عندها عربيات، والناس كلها عندها اكل، والناس كلها عندها، وكل العالم شبعان ارضيا. يبقى هيقولوا من مثل الوحش؟ مين مثل الراجل ده اللي ريح الناس وغناها، اللي خلى اللي مش لاقي ياكل بقى كل حاجه؟ ومش واحد واحد، لا هيريح العالم، لانه عايز يحول الارض لسماء. السيد المسيح كان بينادي السماء فين؟ هناك فوق،
طب وفي الارض قال لهم ستكونوا مبغضين من الجميع، في العالم سيكون لكم ضيق، لو كنتم من العالم لكان العالم يقبلكم، لكن ده جاي يتكلم بمملكة العالم نفسها، جاي يتكلم بمملكة العالم بنفسها. عشان كده لما يجي يتكلم عليه يقول لك يتكلم بتجديف على اسم الله. حكمتك يا رب وتسمح باني يجدف على اسمك ويسيبه، ويسيبه 42 شهر. الله طويل الروح كثير الرحمة، يمهل ولكن لا يهمل ابدا. يتكلم على اسم الله وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. يعني يتحدى مين؟ ميخائيل وجنوده، ويقعد يشتم في كل الملائكة وكل القديسين والكل، مفيش حاجة اسمها قدامه ده كله. واعطي ان يصنع حربا في الارض مع القديسين ويغلبهم. خلوا بالكم، مش كلمة يصنع حرب مع القديسين ويغلبهم يعني معناها يخلوهم يكفروا بربنا، لا لا، يصنع حرب مع القديسين ويغلبهم يعني يهلكهم. لكن الغلب يعني يقتلني، وان قتلني اموت، والموت بالنسبة ليا ربح. عشان كده بقول ليه الحياة هي المسيح والموت ربح. فكلمة يغلبني، يغلبني في الارض، يقطعني من الارض، يقصني من الارض. ما الغلبة بتيجي بكده، اعطى ان يحارب القديسين ويغلبهم. احسن واحد يتكل على الآية دي يقول لك يا عم ما دام هيغلب القديسين يبقى احنا نروح فين في الخطايا ونستمر في الخطية. لا، ده ما هما لو استمروا في الخطايا يبقى مش هيحاربهم. واحد هيحارب اتباعه؟ لا، دول عشان ضده هيحاول يقتل فيهم ويحاول يدبح فيهم، زي ما كان نيرون بالضبط بيعمل في المسيحيين، وزي ما كان بيتفنن لدرجة ان وصلت فيه الجرأة ان يجيب امرأة مسيحية حامل ويقرب شجرتين من بعض ويربط رجلها في الشجرة دي ورجلها في الشجرة دي ويقطع الحبل عشان الشجرتين يتفردوا وتتشق الست نصين. وصلت به جرأة وهو جالس يأكل، قاعد يأكل يعني، كمان بيتفرج على المنظر وبيأكل. فهنا أعطي أن يحارب القديسين وأن يغلبهم، يغلبهم يعني معناها يبيتهم، يضربهم، يقطعهم من الأرض. عشان كده أعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة. يعني هذا الرجل مش هيخضع الإمبراطورية الرومانية بس، لا، ده كل العالم. أعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة. وده اللي بنلاحظ، الديانات اللي في العالم ثلاثة، أقصد الديانات اللي بيقولوا عليها سماوية ثلاثة. المسلمين يقول لك منتظرين المهدي المنتظر، واليهود منتظرين المسيح، والمسيحيين قد جاء المسيح ولكن منتظرين لا يأتي ليملك ولكن ليخطف الكنيسة. فده لما هيجي هيملى شبع الكل، كل واحد يفتكر ان هو ده المنتظر وان هو ده المسيح. اليهود هيقولوا عليه ده مخلص العالم، والمسلمين هيقولوا عليه ده المنتظر اللي هيرد العالم كله. ولكن المسيح في مجيئه يأتي ليأخذ الكنيسة. عشان كده احنا كمسيحيين مطمنين، مش منتظرين ان المسيح يجي يتولد من الناس تاني، يظهر في السماء عند البوق الاخير، نصعد جميعا في السحب لمقابلة الرب في الهواء. يا سلام، مش هنقابله هنا، مش هنقابله هنا، هنقابل الرب في الهواء. عشان ده كده خد السلطان على العالم كله، فسيسجد له. كلمة يسجد يعني يخضع له جميع الساكنين على الارض. بس كلمة الساكنين على الارض يعني كل العالم؟ لا، ده يوضح الذين ليست اسماءهم مكتوبة
منذ تأسيس العالم في سفتكم الأولى بأن اسمكم مكتوب في سفر الحياة. ما تفرحوش بحاجة تانية أكتر من كده أبدا أبدا.